السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. درت اليوم بغرير، قلت بوكوا با جو بروفيت ونكاميريه ونبارطاجيه معكم. ساهل ماهل وما يخمر ما حتى حاجه، زعما الا جاوا كاش ضياف على غفله ولا سيداتي ديريه بالخف. الوغ انا درت باسينه، درت فيها زوج عبار تاع سميد، هذاك الرقيق، هذاك كاع الرقيق كاع اللي نديرو به المطلوع وكاع ونديرو به المسمن وكاع، اي هذاك هو. الوغ درت زوج عبار، والسميد انا شريته من كارفور، كاليتي شابه تاع سميد تعجبني. وفي عبار تاع فارينه، صدقوني شيرات يجي روعه، والله يجي روعه، عجبني بزاف. زوج عبار تاع سميد، في عبار تاع فارينه، وكل وحده تكيل بالشي اللي عندها. الا بغيت ديروا كميه كبيره ديروا بالغرفيه، ديروا بحاجه كبيره. اللي باغي دير قل دير بالكاس تاع لاتاي، كل وحده وكيفاش تكيل. بصح اللي تكيلوا به كملوا به حتى الاخر حتى لافا. دروك غادي ندير الملح، واحد المغرفه هكا صغيره تاع ملح، مغرف صغيره تاع سكر نورمال، نخلط هادو. كما تعرفوا الملح ما يليقش يتلاقى مع الخميره، على ديك خاصني نخلط في الاول شغل هاد النواشف كاع في رحبه، خلطهم. دروك غادي ندير الخميره تاع الكسره تاع الخبز، ديروا قيس مغرف. الوغ هاد الساشي اللي شغل انا خميره اللي شراها لي راجلي هاد الخطره، فيها قابسه، فيها ساشيات صغار. هي بصح تعمدت باش نكيل لكم هكا بالمغرف، باش تشوفوا بعينيكم باللي مغرف كبيره تاع خميره ما تكونش مقبنه، تكون غير هكا، تكون نيشان كما حنا نقولوا ممسوحه تاع خميره. واللي تعرف باللي خميره هذه خميره رقيقه تدوب، كاين اللي خميره غليظه تاع القابسه تاع اللي تجي قابستها زرقاء ما تدوبش بالخوف. ننصحكم تحلوها قبل في الماء مع شويه سكر بعد ديروها. لو دروك غادي ندير غادي نزيد الماء، غادي ندير ثلاثة تاع عبر ونص تاع الماء، وكل وحده والسميده تاعها. نوجد النص على جيه، الماء مادا بيكم يكون دافي كما تعرفوا الخميره تاع الخبز اللي قالها الماء دافي باش تتفاعل. غادي نخلط كل شيء غير بالمغرف. هنا غادي نزيد كما كنت تشوفوا السميد تاعي من النوعيه اللي يشرب الماء، الوغ ما غاديش نكتفي بالنص، غادي نزيد هذا النص، مي غادي نزيد من بعد شويه. كل سميد وكي داير، هي نورمالمون 3 عبر ونص تاع الماء، بصح انا السميد تاعي يتشرب بالماء، الوغ زدت غادي نزيد شويه تاع الماء. صافي نتوما ديروا 3 كيما درت انا وخلطوا، ومن بعد زيدوا هذاك النص وشوفوا عينكم ميزانكم الخليط تاعكم كي راه هو، ما يجي خفيف ما يجي ثقيل. انا هنا زدت شويه، صافي تقدروا تقولوا تلت كيسان والرابع نقصوا منه دو دوا ولا. الوغ في هذه المرحله انا في الاخر ندير الخميره تاع الكاطو. شوفوا كي راهي تتفاعل، انتفخت الخميره تاع الكاطو ونهرت عليه بالك بالحمان من المحامي، ودافي ماشي حامي. غادي نخلط غايه قد لي كل شيء يتجانس، الصوالح كاع يتجانسوا مع بعضياتهم. ساهل ماهل، زعما ما يحشم ما والو،
ديروه وبيني روحكم راه تاع دار نورمال. برك ملاحظه، كاين واحد الشيء تيقولوا لي هضري برك ما تتكسلي وشي باكو. انا هدية هضرتي اختي، عجبتك اقعدي مرحبا، ما عجبتكش اخرجي. كاين اللي راهم تبعيني، ما بكيتش عليك باش نقول لك اقعدي تبعيني، ماشي بسيف تقعدي تبعيني. كاين اللي يبغوا يتبعوني وكاين اللي يبغوني كيما راني. انا هدية طريقتي ما راني زايده فيها، ماني نتعقل. بغيف هدي بين قوسين، الوغ جبت البلندور تاعي وفرغت فيه هذاك الخليط. الوغ من الاحسن تخلطوه في الباسينو ومن بعد ديرو في البلندور، باسكو راني ديجا جربت في البلندور ديريكت ولصق لي السميد، لصق لي من داخل من تحت. الوغ من الاحسن تخلطوه في الماس في الباسينو وديرو في البلندور تاعك. ايوا خلوه يتخلط هكا واحد المده تاع 7 دقائق، 5 دقائق، 7 دقائق. انا بعد ما تخلط في البلندور غادي نعاود نقلب الخليط تاعي في الباسينه تاعي اللي خلطت فيها. ونغطيه نخليه يرتاح. ما هي تقدروا طيبوه ديريكت، انا مي كان عندي كنت نقي صافي في هذا الوقت كنت نقي انايا. اي قلت نديره وخليه هو البغرير تاع بكري يخمر، يليق له يخمر. هيا بصح تقدروا يطيب هكا ديريكت يطيب. انا ما خليتهش بزاف شيرات، خليته برك واحد يا ربي 7 دقائق ولا هكا، قد لي غير 6 في تما عيني وكاع قلعتهم من الماشينه. هيا وبديت ديريكت في بديت ديريكت نطيبهم، بديت ديريكت في بديت ديريكت نطيب. كيما في الصيف ديروه ديريكت يطيب ديريكت، بصح مي راهي المشطه تخلوه يرتاح 5 دقائق. ولا الوغ جبت مقلتي مسحتها بشويه تاع دهان، المقله تاعي ماشي جديده راهي قديمه شويه. الوغ مسحتها بشويه تاع دهان هكا باش من اونسي جامي باش ما تلصقليش ولا، وخلوها تحمى غايه. وكي تبغوا تحطوا البغرير تاعكم في المقله توجور رفدوا المقله من الفور من الغاز. الوغ هنا زيدوا كي تحطوا كي ديروا الشكل الدائري تاعكم وتحطوه فوق الغاز، كي يبدا يتقب تقدروا تنقصوا للغاز. الوغ البغرير ما يليقلهش الشيرات الغاز ناقص، سينو ما ينحلش، ما يتقبش، ما يجيكمش شباب. صافي غير تما وينتغموا هذوك التقبات. جربوا شيرات هاد الوصفه ما تنساوش تدعوا لي، سهله. جا كيما الشهدة. اللي تبغي تزيد الزبيب فيه تقدر تزيد الزبيب تاني هكا، كي تحطها في المقلة زيدوا حبات تاع زبيب هكا في البغرية تاعكم. انا راجلي ما يبغيهش على ديك، ما درتش الزبيب. انا يعجبني ما هو ما يبغيش الزبيب.
جربت بزاف تاع عصافير تاع ما صراحه ما ستقوليش حتى تاع ام وليد هذاك هذاك السهل هذاك جربته وما ما استقليش. كاين بزاف صوالح تقولي تاوحه وهذاك المغرير ما استقليش تاع هي. درت الوصفه تاع ماما. يقول لك ناس بكري يقول لك كي دير البغرير ما تخليش عليك العفيس كيما حنا نقولوا. الناس يدخلوا عندك ويخرجوا للكوزينه وكاع. يقول لك سينو ما تخرج. ما عرفت لا بصح ولا لا. ما خمر ما حتى حاجه بالخف. درته ديروه وروحوا تقدوا صوالحكم ولا ايوا ولو طيبوه. في والله ويجيكم حد على غفله هذيك هي تدخلي خلطي في كوزينتك وكي قاعده مع ضيفك اي من بعد تنوضي له طولي ديري قهوتك وكاع اي من بعد طيبيه وحطي حامي ايوا تحمري وجهك. يعني هذاك الكاس اللي كميه لاباس بها من البغرير تاع خمسه بنيادم ولا سته يدير لك كميه لاباس بها. اللي ما تبغيش كميه كبيره عبروا بالكاس تاع لاتاي تجيكم كميه غير حسابكم هكا ماشي مع كبر. درت لالوش كبيره وكاع تقدروا نتوما ديروا هذيك اللوش الصغيره ويجيكم حبات صغار. هذا هو عاود البقرين تاعي بعد ما وجدت كيما تعرفوا هذه الحبه تاعي تي صغيره هي قاعده نقلعها خليها لبنتي صغير. شوفوا كي جاي طري ديروه ما تديروه شيلته ما تندموش جي علامه شباب. ادعوا لي ربي.